وبنبتدي معاكم فقرتنا الطبية النهاردة، هنتكلم فيها عن الحمل خارج الرحم. الحمل خارج الرحم من المشكلات اللي بتواجه كتير من السيدات، ازاي ممكن نشخصها، ازاي ممكن السيدة تحس بالقلق وتروح للدكتور، مضاعفاتها وتفاصيل كتير هنتكلم فيها مع ضيفتنا المشرفانة للحديث عن هذا الموضوع النهاردة، دكتورة وئام خيري، أخصائي أمراض النساء والتوليد بالإدارة الصحية بأسوان. أهلا بك يا دكتور، شرفتينا. أهلا مدام نبيل، شرف لي، الله يخليك. دكتورة وئام، في البداية طبعا فكرة الحمل بتبقى يعني إيه، بيشوبها الكثير من الاهتمام، لكن كمان لما بيكون خارج الرحم بتبقى المشكلة كبيرة ومش دايما بتتعرف من الأول. لو حابين نتكلم فيها في البداية ونقولها، بداية تفاصيلها هتبقى إيه؟ هي بدايتها غامضة، بدايتها زي اي حمل. الحمل اساسا بيتم بدايته في الانبوبه، الزيجوت اللي هو اتحاد البويضه مع الحيوان المنوي بيبقى موجود، بيحصل في الانبوبه وبتدي ينقسم، اللي هي بيتفلق الفلقتين، اربع فلقات زي ما احنا عارفين الكلام ده. بينتقل في فتره معينه من التفلق والانقسام وبيروح من الانبوبه يمشي 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 يدخل داخل الرحم. البروسس دي او الحكايه دي لما يحصل فيها خلل يكمل انقسامه في الانبوبه، لا وكمان يلتصق في جدار الانبوبه ويكبر ويكون طفل، ما بيكملش رحلته الطبيعيه، ما بيكملش، لا. نسبه حدوثه في الانبوبه دي اكتر حاجه، عشان احنا كده النهارده هنتكلم عن خارج الرحم في الانبوبه، لان ممكن يبقى خارج الرحم بره في المبيض نفسه، ممكن يبقى في البطن، ممكن يبقى في اي مكان تاني، لكن اكتر حدوث لخارج الرحم بيحصل في الانابيب، الانبوبتين، انابيب قنوات فالوب. فكونه يحصل في الانبوبه ده ساعتها بسميه خارج الرحم انبوبي، حمل انبوبي خارج الرحم. طب ايه اللي بيخليه ما يكملش رحلته الطبيعيه؟ اسباب كتير، يمكن الاسباب دي اكتر حاجه بتخوف الست وبتخليها ان انا ممكن يبقى عندي سبب من الاسباب دي، مش ضروري يبقى عندها سبب من الاسباب دي عشان يحصل معاها حمل خارج الرحم. يعني اول سبب من الاسباب ان يبقى عندها التهابات في الحوض مزمنه، التهاب لفتره طويله في الحوض. عشان كده دايما بننبه ان اي التهابات من اي نوع لازم ننتبه ليها وناخد بالنا منها ونفكر في طرق علاجها، لانها بعد كده بتتسبب في مضاعفات ومشكلات. ما هي دي من المضاعفات الخطيره للالتهابات اللي في الحوض وفي النساء، يعني في المسالك وفي النساء. التهابات في الحوض عامه بتاثر على حركه الانابيب، حركه الانابيب هي لما بتتحرك بتدخل بتساعد في دخول الزيجوت ده لجوه الرحم، لكن لما بتقف عن الحركه او حركتها بتبقى عكسيه فبيفضل موجود جوه الانابيب. تاني سبب ممكن تبقى واخده وسيله منع حمل مؤثره على حركه الانابيب، زي الهرمون البروجستيرون اونلي اللي هو هرمونات اللي هو حبوب الرضاعه او الحقنه من 3 شهور، دي بتوقف عمل الانابيب، حركه الانابيب. او ان هي وسيله منع حمل اخرى والاكثر حدوثا معها اللي هو خارج الرحم، اللولب. طول ما اللولب محطوط يبقى حدوث خارج الرحم ده النسبه اكبر. نسبة حمل خارج الرحم لكل السيدات الحوامل 3% من السيدات الحوامل، لان هو اوريدي قافل الرحم. هو من طرق عمل اللولب ان هو بيقفل مكان الانابيب وبيتفاعل النحاس او الماده المعدنيه اللي فيه فبتقتل الحيوانات المنويه. اذا ما تفعلش ودخل الحيوان المنوي ودخل برضه وعبر من طرفين الانبوب ودخل وحصل ان هو عمل الزيجوت، مش هيقدر يخش ويعمل ايه، يلزق في جدار الرحم لان اللولب واخد المكان فبيفضل مكانه في الانبوب. ثالث سبب ان هي تبقى عندها فتره طويله ما حصلش انجاب، يعني اللي هو بنسميه تاخر الانجاب لفتره طويله، فبتاخد منشطات كتير، تاخد هرمونات كتير، او بتلجأ الى وسائل الحمل، وسائل المساعده في الحمل زي التلقيح الصناعي او الحقن المجهري، بس التلقيح الصناعي بيبقى اكتر لان الحاجات دي والهرمونات دي بتاثر على حركه الانابيب، او التلقيح الصناعي بيبعت الحيوانات المنويه لمسافه ابعد من اللي هي المفروض ربنا محددها لها، او ان هي تبقى عامله جراحه قبل كده في الحوض، فده عامل التصاق حوالين الانابيب مش مخلي الانابيب ان هي تاخد حركتها الطبيعيه، يعني زي مثلا تعمل الزايده الدوديه، او ان هي جراحه في المسالك في المثانه، او ان هي تبقى
اصلا حصل لها قبل كده حمل خارج الرحم، فبتبقى اكثر قابليه وعرضه لحمل خارج الرحم، سواء في نفس الانبوبه اذا ما كانتش اتشالت او في الانبوبه الاخرى. طيب انا شايفه ان معظمها كده هي اسباب قدريه، يعني الست ملهاش تدخل فيها. ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل، وهي امتى بتشعر انه في حاجه غلط، ان الحمل ده مش ماشي في مساره الطبيعي؟ بتعمل اختبار الحمل تبقى عادي جدا ومبسوطه، نعمل اختبار حمل رقمي ماشي مساوي للفتره اللي هو هرمون الحمل اوريدي موجود. موجود عندها هرمون حمل وهي حامل ولسه ما ظهرش، وحتى بطنه الرحم بتبقى سميكه في السونار زي اي حمل عادي. يعني كمان ما بيظهرش في السونار في الاول؟ لا خالص، انا كنت معتقده ان حضرتك تقولي لي اول ما هنعمل سونار هيظهر ان هو مش موجود في مكانه الطبيعي. لا يا ريت لو كده كنا اكتشفنا قبل حدوث المضاعفات اللي احنا بنخاف، لان هو حمل خطر طبعا، لان بنعتبره في الحمل الخطر هو بنكتشفه في اول 3 شهور لكن مش بعد 3 شهور، بنكتشفه في اول 3 شهور. اول شهر يعني نسبة ضعيفة ان احنا ممكن نكتشفه. هي تتابع بالسونار مرة واثنين وما ظهر، ساعتها بنروح نعمل لها حاجة اسمها اختبار حمل رقمي، بنشوفه برضو بعد 48 ساعة. اذا تضاعف اختبار الحمل الرقمي بتاعها يبقى ساعتها حملها سليم وبس لسه صغير ما ظهرش في الرحم. لكن اذا لم يتضاعف اختبار الحمل الرقمي يبقى ده حمل خارج الرحم بنشك فيه بشكل كبير. طب ليه لما بيحدث الحمل والسيدة بتروح لدكتور أمراض النساء أو توليد وبيبتدي يعمل سونار بيشوف الجنين بوضوح في الرحم وبيقول لها هو في مكانه الطبيعي والدنيا ماشية كويس، وبيديها كمان صور لي وبالأحجام بتاعته بتبقى صحيح لسه هي ملي مترات يعني صحيح، بس بتبان وبيبان ان الأمور ماشية كويس، إزاي ممكن ما يظهرش في السونار؟ يظهر ساعتها بالسونار المهبلي. للسونار البطني الرحمي مش بيظهر فيه. لما بنعمل السونار المهبلي يظهر في احد الانبوبتين الكيس بتاع الجنين. ده لو لسه ما حصلش مضاعفات، لكن اذا حصل مضاعفات وده غالبا بيحصل بدري وبسرعه لان الانبوبه ضيقه جدا. طبعا ما تستحملش الانقسامات دي كلها، 2 ملي 3 ملي بالكتير، انبوبه ضيقه للغايه، فمش هيكبر زي ما حضرتك قلتي 2 ملي بنقيسه و3 ملي بنقيسه وبنشوفه وبتفرح لكن لا، ده وصل 2 ملي 3 ملي ساعتها بتيجي تقول يعني ألم شديد في منطقة هنا الجنب اليمين أو الجنب الشمال أو المنطقة في النص، نزيف مهبلي. يعني دي من أسباب النزيف المهبلي في الحمل اللي هو بنشك إنه هو مثلا ساقط، بنعمل زي ما قلت لحضرتك اختبار الحمل الرقمي، لا بنلاقيه بيزيد لكن مش بيتضاعف. وبنعمل السونار المهبلي بنلاقي تجمع الدموي للأنبوبة، يعني حتى مش بنشوف إن الأنبوبة لا انفجرت وخرج، بنلاقي التجمع الدموي لأن هو بيفتح البوم بينفجر وبيخرج بره، فبيعمل نزيف داخلي شديد ممكن توصل الست يعني إن هي من الطوارئ تخش على طول على العمليات، مش بنستنى عليها لأن هي النزيف الداخلي لو زاد ممكن ساعتها تخش في شوك طبعا، تحتاج نقل دم وتحتاج اسعاف. يعني معنى كده ان هي بتشعر مع الوقت انه في حاجه مش طبيعي. للاسف ما بتكتشفهاش من الاول. اللي بيجيبها حاجتين، الدم والالم. ايوه، وبيبقى الالم اكتر كمان من الدم لان ممكن تنزل نقطتين ثلاثه دم هي تشك ان الحمل سقط منذر او اي حاجه، لان هي عامله اختبار الحمل ومبسوطه فهي فاكره نفسها حامل حمل طبيعي وماشيه في مسار الطبيعي. فده اللي بيجيبها الدم والالم. بيكتشف بقى الطبيب انه في مشكله. صحيح. بيتم التعامل معها ازاي؟ اول حاجه لو الحمل لسه جوه الانبوبه دي ساعتها ممكن ندخل نعالجها بمنظار بطني او ان احنا بنديها حقن ميسوتريكسيت، يعني هي كيماوي بس خفيف شويه. الميسوتريكسيت دي بتديها على حسب وزن الست وعلى حسب عمر الجنين، فبتمشي عليها بتخلي الكيس الجنين ما يكبرش، يعني يضمر يضمر جوه الانبوبه، ودي ساعتها لو هي سعيده الحظ بتخرج بره الانبوبه بينزل وكانه سقط او بيضمر وبيدوب في الجسم ولا في اي حاجه ولا كان حصل خالص. لكن لو لا قدر الله الانبوبه منفجره، دي اما بندخلها بنعملها زي القيصريه، او لو قدر الدكتور لو هو سريع يعني في ايده سريعه في المنظار البطني بيشيل الانبوبه بنقفلها وبنوقف النزيف، بنديها اكياس دم وبنرجع نغسل المكان كويس لان عشان ما يحصلش التصاقات بسبب كميه الدم الهائله اللي نزلت، وبنقفلها فبنحافظ على حياه الست
لكن ساعتها مش هيبقى في جنين، ممكن تفقد احد الانبوبتين باذن، يعني اذا لا قدر الله، او لو هو في المبيض فبنشيل المبيض كمان. طيب لو الامور بقى تفاقمت اكتر وما حصلش الم، لانه لو في الم ده هيبقى رحمه من ربنا ان هي صحيح هتشعر ان في مشكله وبسرعه تروح للدكتور، لكن بتبقى المشكله لو ما فيش الم وهي ما تداركتش ده. وطبعا زي ما احنا عارفين ان دايما في مجالات امراض النساء والتوليد وفي مسائل الحمل دي الاشعاعات والكلام الكتير بيبقى بيعطل حاجات كتير وبيأخر وبيعمل مضاعفات كتير. زي ايه مثلا؟ يحصل لها نزيف، لا اصل ده طبيعي، لا اصل هيقف بس انت نامي على ظهرك، لا مش عارف، الحاجات اللي زي دي بتأخرها ان هي تروح للدكتور. لو مفيش ألم وفضل الموقف عامل كده، ممكن المضاعفات توديها لحد فين؟ ما لا غالبا بيبقى في ألم، لأن مستحيل المكان تحت، يعني من رحمة ربنا طبعا إن يبقى في ألم، عشان هي تحس ان في خطر. طالما فيش ألم احنا بنطمن. لكن لو هي فيها، يعني لو لا قدر الله زي ما بتقول حد، نادر نادر جدا جدا إن ما يبقاش في ألم، دي ممكن تبقى فيها نزيف داخلي فجأة واحدة تخش في شك، دي ممكن لا قدر الله توصل إلى الوفاة. طيب لو الحمل خارج الرحم بس مش في الأنابيب، زي ما حضرتك ذكرتي انه ممكن ما يبقاش في الأنابيب، بيبقى في أماكن أخرى، فالتعامل ساعتها هيتم ازاي وهي ممكن تدرك ده ازاي؟ هي برضو بالألم والنزيف، لكن في حمل وبيكبر بيوصل كمان للشهر الخامس والسادس، والأشعة ما لو هي في منطقة مثلا أشعة فيها ضئيلة، يعني ما ولا بتعملش أشعة قرية باستمرار، أو حتى هي ماديا مش قادرة إن هي تروح على طول وتعمل أشعات، ملهاش تأمين صحي، لا بيبقى في حمل نادر اللي هو الحمل اللي خارج الرحم لكن في البطن، فده بيتغذى على الأوعية الدموية الكبيرة اللي هي بتغذي البطن، فده من أخطر الأنواع، يعني ما مستحيل مستحيل إن احنا يعني إلا بقدرة الله، يعني إذا ربنا كتب لها عمر ساعتها هتكمل، لأن البيبي هيبقى المشيمة نفسها ملتصقة كلها في مكان غير طبيعي، وقد تصل إن هي تلتصق بالأورطة. فأي حد بدائي يعمل لها سونار يفتكر إن هو جوه الرحم والبيبي كبير، لأنه مش هيبقى في اعتقاده إن هو ده خارج وصل الرحم بالحجم دي. ده صحيح. صحيح. ده شيء نادر جدا جدا، ممكن يوصل لواحد في المليون. عشان كده بنقول أهمية المتابعة وأهمية إن الست تروح إن شاء الله أقرب وحدة صحية ليها. صحيح. لو تقدر تروح للدكتور تروح، مستشفى تعليمي تروح، أي حاجة، بس لازم يبقى في متابعة باستمرار، لأن دي اللي بتبين إنه لو في أي حاجة مش طبيعية في المنطقة دي. صحيح، لازم تتابع، لازم خاصة أول 3 شهور نتأكد أول حاجة، نشوف كيس الجنين في مكانه جوه الرحم، نشوف بعد كده نبض الجنين جوه الرحم، لو لا قدر الله النبض اتاخر او حصل لها سقط منزل او حصل خارج الرحم او حتى حمل عنقودي في اول 3 شهور بنكتشفه، حمل التوأم برضو بنعتبره من الحمل الخطر برضو في اول 3 شهور بنكتشفه، يعني بتعمل تحاليل بتاعتها اذا كان عندها سكر، اذا كانت حامل على لولب برضو، اذا كانت، يعني لازم في اول 3 شهور في حالات معينه لازم المتابعه باستمرار. صحيح، لازم اول 3 شهور تتابع، والاحسن ان احنا نكتشف خارج الرحم ده في فترة مبكرة جدا علشان نحافظ على الأنبوبتين، لأن طول ما هي متأخرة في الإنجاب، خاصة الستات متأخرين في الإنجاب، لو لا قدر الله فقدت إحدى الأنبوبتين فلا ده هتتضاعف هي فترة التأخر في الإنجاب بزيادة، لأن هي الأنبوبتين مهمين إن هي بتلتقط البويضات من المبيضين طبعا. أو لو لا قدر الله فقد أحد المبيضين برضو بتزيد إن هي تأخر في الإنجاب، ساعتها بتلجأ للحقن المجهري أو للوسائل المساعدة الأخرى، لكن لو هي اكتشفناها بدري احنا هنحافظ عليها وان شاء الله يعني ما تتكررش معاها. لسه كنت عايزه اسال حضرتك، هي الفكره يعني ان شاء الله باذن الله بتتلحق والامور بتعدي بسلام، بس بتبقى دايما المشكله هل ده ممكن وارد انه يتكرر تاني؟ ايوه، ما في الاسباب ان هي من اسباب الحمل خارج الرحم ان هو حصل لها قبل كده خارج الرحم، فيعني ده لا ده ممكن يحصل لها، علشان كده الدكتور بياخد في الهيستوري، هو بياخد من المريضة هل حصل لك خارج الرحم قبل كده، لو ايوه حصل لي خارج الرحم فايه، بيعمل حسابه ان هو يفضل يتابع معاه بالسونار لحد ما يطمن ويتأكد ان كيس الجنين جوه الرحم، وده شيء يعني وارد ويحصل ان شاء، يعني ان شاء الله ربنا يسلم على الجميع باذن الله. طيب ايه التدابير المفروض السيدة تبقى واخده بالها منها؟ يعني احنا دايما لما بنقول الاسباب منها بناخد الوقاية، بس انا شايفه ان معظم الاسباب هي خارجه عن ارادتها. طيب هل في حاجه معينه هي المفروض انها تنتبه ليها قبل ما يحدث الحمل علشان ما توصلش للمرحله دي؟
هي تنتبه لو هي كان حصل لها قبل كده، وتنتبه لو هي بتتابع لولب. يعني اللولب ده ما بيتسابش كده تقول انا مركب اللولب من 3 4 سنين انا ما كشفش عليه سونار قبل كده. لا، ده انت تتابع اللولب وتتابع دورتها لو هي دورتها انقطعت وهي مركبه اللولب، لان اللولب ده اكثر وسيله منع حمل ممكن يحصل عليها حمل خارج الرحم، وبيبقى خطر جدا لان هو اصلا بيعمل تنقيض الدم طول الشهر. فهي مش هتكتشف، هتفتكر الدم ده من اللولب، ده طبيعي، او الالم ده مثلا من تركيب اللولب. لو هي عندها التهابات زي ما حضرتك قلتي دي مهمه جدا، ما تتسابش. ده الست المصريه بالذات بتقعد في البيت، اما اخد من جارتي مش عارفه البوسه ايه، اما اخد من جارتي غسول مش عارف ايه، لا ما هنزل للصيدليه اساله على مش... لازم تروح تكشف وتعرف ايه الميكروب اللي هو صايبها، وتاخد المضاد الحيوي المناسب ليها. يعني ما تسيبش الالتهابات اللي هي تتفاقم وتعمل تعمل مشاكل حوالين الانابيب، او تعمل ميه في الانابيب، او تعمل تاخر حركه الانابيب. اذا كانت عامله عمليات قبل كده تقول للدكتور اللي هي هتتابع عنده انا عامله عمليه زايده مثلا، شايله الزايده قبل كده، علشان خاطر يعرف ان هو الالتصاقات بتاعه الزايده ممكن تسبب حمل خارج الرحم، فما يتبعش معاها وسائل مساعده زي التلقيح الصناعي، لان هو هيبقى عارف ان هو نسبه حدوث خارج الرحم كبيرة. وبرضه ما يركب لهاش لولب، بيقول لها احسن لك اللي هو ما تركبيش لولب، لان يعني ينبهها الدكتور للوظيفة الام او طبعا، ولازم تسمع كلام الدكتور، لانه المشكلة ان تقول لها ايه، لا الدكتور ده مش شاطر قوي، تعالي نروح لواحد غيره. فالمهم ان احنا ننتبه لارشادات الطبيب، لان هو المسؤول وهو اللي عارف اللي ممكن المضاعفات اللي ممكن تحصل. ده صحيح. يعني لو معظم اللي خارج الرحم ما اكتشفوهاش بيبقى بسبب الطبيب ذات نفسه. طبعا يقول لها لا روحي وتعالي بعد 15 يوم، روحي لو حصل لك الم خدي مش عارفه مسكن بتاع. لازم تروح لاخصائي نساء وتوليد. يعني حتى دكتور الوحده ممكن ما يكتشفش، لكن في دكاتره، يعني مش اي ست تقول يعني اروح اخوفها برضو. طبعا اقول لها لا ده انت ايه ده جنبك بيوجعك، ده انت احتمال يبقى حمل خارج الرحم. هي بتبقى دايما المشكله عندها لو اول مره حمل، بتبقى خايفه ومتوتره وبتبقى فرحانه بالبيبي طبعا. صحيح. جدا. وتيجي تتصدم بعد كده بتبقى مشكله كبيره، وبتبقى متخوفه في المرات اللي بعدها انه يحصل تاني. هل ممكن هو يحصل لسيده انجبت مره واثنين ويجي مثلا في المره الثالثه يحصل كده؟ ممكن لان هي لا ممكن انجبت قيصريه، خاصه في القيصريات. من قيصريه تعتبر هي عمليه في الحوض في الاخر. فممكن تبقى في التصاقات من القيصريه توقف عمل الانابيب، فيحصل خارج الرحم في الحمل الثالث او الرابع حتى. فما تتفاجئش، لا وبتحصل كتير. فيعني الحمل خارج الرحم من اشد الحمل خطوره طبعا، واكثرها دقه في الاكتشاف بالنسبه للطبيب، وكل ما يكتشفها مبكرا كل ما يعني يحمي الست من ان هي تخش في مخاطر انفجار الانبوبه او النزيف الداخلي او الالم الشديد، لان هي ممكن تخش في شك من كتر الالم اللي ممكن يحصل لها. فعلى يعني لازم هي تتابع وتاخد الدواء المناسب. يعني مش اي دم بينزل اول 3 شهور ده انا هاخد له مثبت. لازم اتاكد ان هو سقط منزل عشان ياخد مثبت. ده مثبت يعني، ولو هو حمل خارج الرحم وخدت مثبت افتكر المصيبه هتبقى مضاعفه. يعني انت بتثبتي حاجه غلط اصلا، ده اصلا ما لهوش لازمه. وخاصه لما يعني هدخل علشان خاطر اعمل اشعه بتاع، هلاقي بطانه الرحم سميكه جدا، ممكن تعمل كيس شبه كيس الجنين. فبيتراءى للبعض ان هو لا ده حملك سليم وجوه الرحم. طب السونار ما بيجيبش الانابيب؟ لا، السونار يجيب المضاعفات اللي حاصله من الانابيب، دقيقه جدا. ما بتبانش قوي، ما تبانش خالص من السونار، ما تبانش غير لما نخش بالمنظار البطني. والمنظار البطني ده بقى متداول، كل مركز نساء وتوليد في منظار. لان ده طوارئ كتير، لانه كمان بيرشدنا لاي مضاعفات او اي مشكله ممكن هي تحدث. صحيح. حتى لو بعيد عن الحمل، هو دقته في التشخيص رائعه بصراحه. وبيحد من فقد الدم، واللي هو وان انا بفتح طبقات الجسم كلها وبعملها جرح كبير. لا ده بيبقى 3 يروح صغيرين جدا لا تتعدى سنتي، فبخش ومش بتفقد دم كتير، بالعكس انا بخش وبوقف النزيف، فبقفل الانبوبه او بفتح على الانبوبه واطلع لو هو لسه موجود وما فتحش الانبوبه، او ان هو لو طلع بره الانبوبه بشيل الدم او النزيف اللي حاصل، وبرضه يا اما بقفل الانبوبه يا اما لو هي خلاص متهالكه بشيلها خالص، والاحسن ان احنا نشيلها لو هي
مدمرة من بس الحمل، بتشيل خلي بالك. الأنبوبة، ده مضاعفاته التانية كتير يا دكتور، لما بفقد أنبوبة منهم بتبقى مشكلة يعني. ما بتبقى مشكلة اللي ما خلفتش بقى قبل كده، اه اللي هي ما طبعا حاجة فرصتها تأخر في الحمل الإنجاب هتبقى قليلة بتقل جدا. جدا، بتقل جدا. طب هل هو ممكن في جزء منه وراثي؟ يعني مثلا لو أم كان عندها باستمرار حمل خارج الرحم، ممكن بنتها يجي لها الحكاية دي؟ لا لا مش شرط. لا لا، مش شرط اه خالص، لأنه لا مفهوش شيء جيني يعني، لا هو لا كلها حاجات بعيدة عن الجينات لا، يعني. بعيد، الحمد لله من فضل الله. لا لو كده كانت هتنسبة هتزيد اه كتير، طبعا طبعا مش النسب هتبقى هتزيد ثلاثة قوي. في المية ده هتبقى 30%، يعني ده هيبقى كتير جدا. اه اه احنا بنشكرك جدا يا دكتوره وئام، شرفتينا النهارده، الله يخليكي. وعايزين من حضرتك كلمه اخيره تحبي تقوليها واحنا بنختم لقاءنا عشان السيدات ياخدوا بالهم. الكلمة الأخيرة إن لازم كل واحدة اكتشفت إنها حامل ما تهملش متابعة الحمل في أول 3 شهور، خاصة بالسونار. يعني ما خص مش علشان انت خلفتي مرة سليم، 2 سليم، 3 سليم، لا، ممكن يحصل في زي ما حضرتك قلتي في الرابعة أو في الخامسة حمل خارج الرحم. فمتابعة للدكتور قال لها تيجي في الميعاد الفلاني، تيجي في نفس الميعاد، تلتزم. تلتزم وتتابع على لولبها، تعالج نفسها لو فيها التهابات، يعني تبقى منتبهة. وتقرا كتير عن الكلام ده، تبقى على وعي وعلى علم بالحمل خارج الرحم والحمل داخل الرحم والسقط المنذر والحمل العنقودي، كل الحاجات المضاعفات اللي بتحصل اول 3 شهور لازم تتابعها وتعرفها كويس. شرفتينا يا دكتور، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. بنشكر دكتوره وئام خيري، اخصائي امراض النساء والتوليد بالاداره الصحيه باسوان، شكرا جزيلا شكرا لحضرتك، شكرا شرفتينا. نبيل، الله شكرا يخليك، شكرا. شكرا. مشاهدينا هنروح معاكم لمطبخ حياتنا وهنشوف فطائر باللحم المفروم، وبنرجع مره تانية متواصلين معاكم وحياتنا.